السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم وفاء من بيجو تخيفاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، واليوم بغيت ندير لكم واحد لاباك ديال المارياج. الناس اللي كيبغوا الباك ديال المارياج مع الكورميت ديالو، واصلا بغيتي تاخدي لاباك ديال المارياج بوحدو ما كاين حتى مشكل، بغيتي تاخدي تزيدي عليه حتى الكورميت ما كاين حتى مشكل. المهم كتستافدي الا خديتيه بجوج، كتستافدي من ناقص 150 درهم. بالنسبه لي زارتيكل اللي اقترحت عليكم، الباك دو مارياج اللي كيجي هكا ديال الحناش، كيجي هكا على هذا الشكل هذا، كنتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم. وبالنسبه للكورمه حتى هي على هذا الشكل هذا. كنتمنى لي زارتيكل اللي اقترحت عليكم ينالوا الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نشوفوا كل حاجه بوحدها ونشوفوهم ملبوسين كيفاش غادي يجيو. بالنسبه للباك ديال المارياج كيجي على هذا الشكل هذا، حاجه سامبل، فيه حجرات هنا بيان سارتي، كيجي على هذا الشكل هذا، فيه الاليونس والسوليتير ديالو، هنا فيه حجرات بيان سارتي. وبالنسبه دير هكا سوليتير دير على هذا الشكل هذا باش كيدخل فيه الاليونس هكا، كنتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم. والطابع ديال الديوانه له كيبان بحال هكا، يعني واضح هكا، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. راه صحيح يعني على قد الجهد ديالو، شي حاجه زويونه. ودابا غادي نشوفوا الكورميت. بالنسبه للكورميت حتى هي على هذا الشكل هذا، الشكل ديال الحنيش، يعني هذا لونسومبل المعروف، راه كاين اونسومبل كامل، ولكن انا بغيت نقترح عليكم غير لاباك والكورميت ديالو. الناس اللي كيبغوا ديال المارياج كيزيدوا عليها الكورميت. بالنسبه للكورميت على هذا الشكل هذا، فيها هاد السنيسله الصح والعمل، واخا رقيقه، وفيها هنايا على حساب السداده، يعني على حساب اليد ديالك، فيها هنا ثلاثه دوارات على حساب كتدي على حساب يدك، وهنا كاينه الخميسه كتجي هابطه. دابا غادي نشوفوهم كيفاش كيجيو ملبوسين. كيجيو على هذا الشكل هذا، كنتمنى يكون واضحين بالنسبه لكم وبصحتكم وراحتكم. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبصحه وراحه.